والسلام عليكم ورحمة الله. على طريقته خرج ودقة قلبه تسبقه، خرج ليحمل علما ترفع الرؤوس له وتنحني الهامات إجلالا أمامه، علم رفرف بأيادي السوريين الذين تهافتوا على شوارع الوطن ليعبروا عن فرحهم وأملهم بخطاب قائده الذي أضاء مئات الشموع على دروب السوريين. خطاب السيد الرئيس كان يرد الروح لإلنا، وكان هو الأمل، كان هو الطاقة اللي هلأ نحن طلعنا وتحدينا البرد وتحدينا كل شيء كرمال نطلع، قال له نحن كثير منحبك وشكرا، نحن حنضل واقفين معك لآخر ثانية. والله بطير عنك إن شاء الله هيك، الله خلينا يا ودي ما يكفوا راسنا راس الشعب كله يا رب، لأنه نحن مع قائدنا بشار، لأن السوريين كلياتنا إيد واحدة ورح نبقى على طول ورح يبقى قائدنا بشار على طول. خطاب بجنن، يعني شامل بفش القلب، عطانا انه اللي بده يصير بشروطنا نحن وباللي بدنا اياه نحن، يعني حسيناه منا معنا عايش معنا، يعني كانه على الارض معنا، يعني حاسس فينا. يعني الحمد لله من بعد هالخطاب الله يعطيه اللي سمعناه من السيد الرئيس، اجباري الفرحه بدات عم بكل هالبلد، والله خلينا الرئيس والله يحمي لنا الجيش، وان شاء الله هالمؤامره ما راح تدوم ولا راح تدوم، وراح ننتصر وراح نربح. الخير ملأ سوريا اليوم، والأمل بالحل القريب تجلى في عيون السوريين الذين تحملوا كثيرا منذ بدء الأزمة في وطنهم، ولكنهم اليوم يبصرون بوادر خير تتفتح كوردة جورية مع كل قطرة مطر تسقط على تراب وطنهم الذي سقي كثيرا من دماء شهدائه. أهم أنه أهم شيء حكى عن شهداء سوريا وحكى عن الحل اللي ناطرينه من زمان، وهذا اللي بدنا اياه سوريا الحل. هو خطاب النصر، هو خطاب لإعلاء شأن شهداء الجيش العربي السوري اللي ما نصاهم بخطابه. أنا الآن بلبس جعبة شهيد هو أخي وعليه دمه، اليوم بينتصر السيد الرئيس لدماء أخي ولدماء كل الشهداء، الله يحمي منصورين بإذن الله. دائما علمنا أبو نجمتين بده يضل مرفوع دائما دائما. هي سوريا
القوة والممانعة والصمود، زرعت مبادئها في قلوب أبنائها، وها هي تدفع فاتورة صمودها. وفاء، تضحية وإباء، معادلة لا يمكن إسقاطها. هي سوريا التي اعتدنا عليها دائما، سوريا الأمن، سوريا الفرح، سوريا الخير التي تغمرها أنظار الإله ببركاتها اليوم. هكذا هم السوريون، عاهدوا قائدهم وعاهدوا وطنهم بأن تعود سوريا حرة أبية منتصرة بشعبها وقائدها. يا عباس، الإخبارية السورية، دمشق. أكيد ما بتركع على معارضة لحاملة أسلحة. سوريا بشار وبس. هلا يا شعب، هلا هلا.